نايف البكري، أنتم اليوم تشرفون حضور هذا المعرض الجميل والرائع للفنانة التشكيلية نادية المفلحي التي جسدت رسوماتها التراث اليافعي العريق برسومات جميلة ورائعة بفن واقعي، أيضا رسومات لصور فنانين محليين وفنانين عرب وأيضا كذلك فنانين عالميين. حدثونا عن انطباعاتكم لحضور هذا المعرض التشكيلي ودعمكم لمثل هذه المواهب الشابة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، سعداء أن نحضر معرض ريشة نادية للفنانة الجميلة نادية المفلحي، ولكل الشباب الذين اليوم يتألقوا في مدينة عدن، مدينة الثقافة والفن والرسم والجمال والرياضة. سعداء ونحن في وزارة الشباب والرياضة أن نزور هذا المتحف الجميل وأن نرى هذه الرسومات المختلفة التي أيضا تأتي تتويجا لاحتفالات شعبنا بذكرى 30 نوفمبر. نحضر نحن في وزارة الشباب والرياضة في هذا المعرض الجميل دعما للشباب، دعما لمواهبهم وأيضا حضورهم المتميز في محافظة عدن. ونحن إن شاء الله في وزارة الشباب والرياضة أيضا سنشهد بعد أيام في 30 نوفمبر أو بالذات في 29 نوفمبر، وندعوكم أيضا في قناة عدن لحضور المتحف الخاص بغزة أيضا الذي يحتوي على أكثر من 500 لوحة من رسومات أبنائنا وشبابنا على مستوى الوطن الكبير. ونحن نحضر للفنانة المبدعة نادية المفلحي هذه الرسومات الجميلة، ونشكر أيضا راعي هذا المتحف، ونشكر كل من دعم وكل من حضر من أبناء هذه المحافظة ليدعموا الفن الجميل ودعوا هؤلاء الشباب هذه المساحات الآمنة من الثقافة والإبداع والفضاء الكبير والتنوع الكبير. نحن في الوزارة أيضا ندعم هذه النشاطات ونشكر كل القائمين عليها، ونشكر الأستاذة ونشكر الرسامة على هذه اللوحات الكبيرة وحضور هؤلاء الشباب أيضا. ونريد أن نرى أيضا مدينة عمل عدن إن شاء الله مفعمة وأيضا نشاطات مختلفة في كل المجالات الثقافية، ونشكر كل من حضر وكل من دعم هذا المتحف الجميل. الوزير الفن التشكيلي عانى من ركود في فترات سابقة، منذ توليكم هذه الوزارة بدأتم في تحريك هذه الموجة الراكدة، الآن بدأ يظهر الفن ويظهر الإبداع من عدن، عدن الجمال، عدن قبول الآخر، عدن مدينة التعايش. سر هذا الزخم الكبير ودعمكم الكبير لمثل هذا الجانب الفني الجميل للشباب. الفن التشكيلي فن كبير ومتأصل في تراث مدينة عدن وفي إرث هذه المدينة الجميلة. هناك فنانين مبدعين كبار على مستوى الوطن وعلى مستوى هذه المدينة الجميلة، وهناك أيضا فنانين من شباب والشابات الذين أيضا أتحفونا في كثير من اللوحات الكبيرة المعبرة عن هذه المدينة وعن الوطن والمعبرة عن الجمال والإنسان والثقافة والإبداع. هذه الجمالية من الفن التشكيلي المتنوع توحي على أن هناك إرث لهذه المدينة من خلال هؤلاء الفنانين والفنانات، من خلال هؤلاء الشباب المتطلعين أيضا إلى دعم أكبر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والحكومة والسلطة المحلية في المحافظة. أنا أحب الرسم طفولتي، بس بديت يعني هذه الرسومات كامل بسنة ونص، بديت زيتي من سنة ونص، كله طبعا مجهود شخصي، ما درست ولا شيء الحمد لله، بس لاني احب الفن بشكل عام، احب الفنون بشكل عام. حاولت انوع من رسومات بالقهوه لو ركزت هناك، ورسومات زيتي، ورسومات بوب ارت، ورسومات فحم، وحاولت اركز على التراث وانوع كمان يعني بالشخصيات، بحكم اني احب كثير رسم، احب رسم الوجوه يعني المعبره، وحاولت اني يكون في شويه تنويع. وهو اول معرض ان شاء الله، واول خطوات تتبعها خطوات ان شاء الله. خطوة كاملة وليست أول خطوة. طيب كم عدد اللوحات اللي أنت شاركت فيها الآن في المعرض؟ يعني معرضك يعني كم يشمل لوحات؟ أكثر من 80 لوحة. نعم. هل تأثرتي بمدرسة من المدارس الفنية؟ أحب يعني المدرسة الواقعية أكثر شيء، بس إن شاء الله بحاول أنا أخرج منها شوية. نعم. يعني جميلة، بس يعني أحاول الآن إن شاء الله بنتقل مرحلة ثانية. طبعاً مع الحفاظ على الواقعية. أن تشاركي بهذه الرسومات التي أنا أثق بأنها ستصل إلى العالمية في معارض عربية عالمية؟ الآن هذه الرسومات طبعاً شاركت فيها بعضها شاركت فيها في معارض جماعية في عدن، وإن شاء الله الخطوة الثانية يعني أنا الآن بعرضهم للبيع، لأنه إن شاء الله المستوى اللي بعده بيكون أعظم من كذا. على حسب، يختلف إذا كان زيتي ولا فحم ولا حجم اللوحة وكم أخذت مني مجهود. إن شاء الله. الله يسعدكم يا رب، أهلا وسهلا، نورتوا. دكتورة نعمة، أنتم من أبرز الداعمين لهذا الفن الجميل للفنانة نادية المفلحي. طبعا نادية اليوم رسومات ما بين الواقعية
لتراث اليافعي العريق ولشخصيات فنية وعالمية في المجال الرياضي والفني. تنوعت أيضا ما بين صور للشهداء وصور للمناضلين، حقيقة إبداع منقطع النظر. حدثينا عن دعمكم لهذا الفن في هذا اليوم الجميل. بالحقيقة نحن اليوم نحتفل بأول معرض للفنانة التشكيلية نادية المفلحي، وطبعا هذا المعرض له أهمية كبيرة خصوصا في الظروف التي تعيشها محافظة عدن والجنوب خاصة، يعني الظروف الصعبة، الظروف التي انعكست على حياة المواطن وطرحت بصمة من الألم، ويعني أراد الفنانون التشكيليون أن يضيفوا لمسة جميلة، أن يزرعوا البسمة، أن يزرعوا الجمال، وهذا هي حاجة حقيقة نحن نفتخر فيها. طبعا أنا أحد أعضاء اللجنة المنظمة لهذا المعرض، سعيدة جدا حقيقة بالعمل مع الفنانة المبدعة لأنها يسرت الأمل العمل معاها، ما وجدنا صعوبة بل وجدنا مزيد من الحماس والنشاط كي نساعدها. حقيقة محافظة عدن بشكل عام تشهد نهضة بالفنون التشكيلية، وعدن تمتلك من المواهب الكثر، وحقيقة فنانين مبدعين وفنانات تشكيليات وضعنا بصمة كبيرة تفتخر عدن فيها. والتنوع في الرسم يعني من حيث الشخصيات، هناك الشخصيات الاجتماعية، صور الشهداء، الرسم بالفحم، الرسم بالقهوة، يعني تنوع جميل، ونأمل أن تكون فاتحة لمعارض قادمة، وأتمنى أن يحظوا غيرها من الفنانين التشكيليين بمعارض تعكس أعمالهم الرائعة، لأني حقيقة حضرت معارض الفنانين التشكيليين من أبناء عدن مبدعين بمعنى الكلمة، أتمنى أن يجدوا الفرصة لعرض كل منتجاتهم. شكرا لكم جزيلا، أتمنى التوفيق لكل الفنانين، وشكرا لسعيكم في دعمهم المعنوي. رجل الأعمال الجميل والرائع قحطان العتواني، أنتم اليوم تشرفون هذا المعرض الجميل والرائع الذي فيه العديد من الرسومات التي تحاكي التراث اليافعي العريق، أيضا رسومات لشخصيات فنية عربية وعالمية سواء كان على المستوى الفني أو الرياضي. حدثونا عن انطباعاتكم ودعمكم بتشريفكم لحضور هذا المعرض الفني الجميل. والله احنا سعيدين اليوم بالحضور المعرض الأول للفنانة نادية المفلحي، بصراحة هي سلطت الضوء عن المعالم التاريخية وعن التراث اليافعي والمعالم التراثية لمدينة عدن، وكمان على بعض الفنانين والأدباء والمثقفين والسياسيين وبصراحة والشهداء الذي ضحوا من أجل الوطن. فجميل جدا أن نرى أن الصور تتكلم عن نفسها. دائما ما نجد رجل الاعمال قحطان العتواني في كل مكان جميل، وجودك انت في الاماكن الجميله في الملتقيات مثل هذا الملتقى اليوم. والله الاجمل ان تواجدكم دائما القنوات الفضائيه اللي تسلط الضوء دائما باستمرار على مثل هذه الاشياء، ونحن سعيدين. شكرا. انتم اليوم تشرفون هذا المعرض الجميل الذي تفتتحه الفنانه الرائعه ناديه المفلحي، العديد من الرسومات التي تحاكي التراث اليافعي الاصيل العريق، رسومات واقعية أيضا بالإضافة إلى رسومات شخصيات فنية وسواء كانت عربية أو عالمية، أيضا شخصيات رياضية، العديد من الرسومات بألوانها الجميلة. حدثونا عن واقع انطباعكم وحضوركم وحسكم الفني واهتمامكم بهذا المعرض. طبعا هذا المعرض هو يشكل نقلة نوعية للواقع الذي نعيشه نحن. طبعا واقعنا هو كان فترة 8 سنوات أو 9 سنوات الماضية فترة حزن وألم، والآن انتقلنا بهذا المعرض إلى نقلة أخرى جمعت بين المبدعين والفنانة نادية المفلحي، يعني أبدعت في هذا المعرض. توجد هنا زي ما ذكرت أنت الصور بين
الشخصيات العالمية والشخصيات العربية بين الفن والتراث والنضال. يوجد صور للشهداء الأبطال، يوجد صور للشهداء العرب، يوجد صور للوحات التاريخية من الواقع الطيب، أيضا يوجد صور لفنانين ويعني مشهود لهم. ورأي هنا في الصورة الفنان محمد سعد عبد الله رحمة الله عليه، وهناك صور لبعض الشهداء منهم أبو اليمامة، وصورة من أرض فلسطين برضو الشهداء هناك من فلسطين وأبطال الرياضة العالمية، وأيضا الصور أو اللوحات المعمارية زي ما ذكرت أنت من يافع ومن بعض الأماكن الأخرى، وهذه تعتبر نقلة نوعية في هذا الجانب. نحن نشجع دائما المبدعين، وزي ما ذكرت أنه داخل كل شاب وداخل كل إنسان في إبداع، وضروري أن نبحث عليه ونشجع على هذا الإبداع إن شاء الله. أستاذة فاطمة رشاد، أستاذة فاطمة رشاد حدثينا عن طبعا حضورك اليوم إلى هذا المعرض الفني التشكيلي الجميل الذي طبعا اليوم فيه الكثير من الرسومات الواقعية التي تتحدث عن جمال التراث اليافعي العريق، وأيضا شخصيات عربية وعالمية على المستوى الفني والمستوى الرياضي أيضا كذلك، وأيضا كذلك شخصيات لبعض المناضلين والشهداء. حدثينا عن مستوى الفن الإبداعي اليوم الجميل الرائع الذي أنت تحضريه اليوم. طبعاً لأول مرة أني أحضر معرض تشكيلي بهذه القوة والحضور، الحضور كان يعني قوي جداً والرسومات هي أقوى كمان. طبعاً اللي عجبني أنه استخدام الفنانة نادية للقهوة في رسوماته، هذه شدني يعني من المعرض كامل شدني. الرسومات التراث اليافعي هذا برضو كمان اللي ميز المعرض، أني كبنت تنتمي لمدينة محافظة يافع أعطى للمعرض لمسة تراثية قوية. أنا طبعاً سعيدة جداً بهذا المعرض، اكتشفت يعني موهبة. أنا طبعاً الأول مرة أحضر معرض لفنانة تشكيلية مثل نادية المفلحي، وسعدت جداً بالرسومات الموجودة، يعني فن بين الواقعي بين يعني في أساليب يعني شفتها جديدة وحلوة. حدثينا عن انطباعاتك في وجودك اليوم في هذا المعرض الجميل. اولا طبعا بشكل عام الفن يعتبر ملجا ذاتي للانسان من المعاناه، من خصوصا مثلا اذا كانت المجتمعات تعاني من ويلات الحروب او الازمات والى اخره، فمتى ما تجد تجمعات فنيه سواء مثلا رسمه او عزف او ملتقيات خاصه بالمجالات الفنيه بشتى انواعها، تجد انه روحك يعني تستلهم شعور مختلف، فبالتالي الفن هو اصلا حاله وجدانيه يعبر فيها الفرد عن مكنونه الداخلي، وبيستلهم كمان او يقدر يعبر من خلال خصوصا الرسم المشاعر الذاتيه، مشاعر المجتمع بشكل عام. فبالتالي يعني الفن بشكل عام يعني بكل انواعه هو مثل ما قلت لك حالة يهرب فيها الإنسان من الواقع المظلم إلى حالة أخرى، تعتبر حالة يعني نقدر نقول إنه روحانية جدا. ما الذي جذبك اليوم في هذه اللوحات، يعني الرسومات أم الألوان وامتزاجها مع حقيقة؟ طبعا اللي جذبني اليوم هي اللوحات المعبرة عن الأرض، ارتباط الإنسان بالأرض بالزراعة، ونحن نعرف انه بلادنا طبعا من سلف الحضارات القديمة هي حضارات قامت على الزراعة، ويافع مثل ما هو موجود اليوم مشهورة بزراعة البن وزراعة كثير من المحاصيل الزراعية. فاللي حبيته انه في لوحات الرسم بنعود او نعود لنجسد واقع موجود او يعني حياتنا اللي هي اصلا الاول الارض الزرع الحيوانات. والله الموهبه قبل كل شيء، الموهبه والشغف وحب الرسم والفن التشكيلي والشعر الذي جعلها تنتج هذا الابداعات باقصر وقت ممكن. سعداء اليوم نحن نلتقيك، انتم كداعمين لهذا المعرض الفني التشكيلي للنادي المفلحي، حدثونا عن اهميه دعمكم لمثل هذا الابداع الجميل والرائع للوحات التشكيليه جسدت الواقع وجسدت الشخصيات فنيه عربيه وعالميه.
حياك الله، شكرا لهذا اللقاء اولا، والله نتشرف هذا الدعم ودعم الفئات هذه، الفئات الشبابيه والابداع الفن، هذا يستاهل الواحد يدعمه. نتمنى من الشباب اللي عنده موهبه ولا شيء يبرزها، ونحن ان شاء الله ما بنقصر معه، وناس مليان اعتقد بيدعموا هذا الامور ان شاء الله. هذا اسهام منكم في نشر الابداع ونشر الاشياء الجميله، يعني الوطن عانى الكثير، وهذا الابداع تساعد على خلق بيئه جميله. والله الاستاذه ناديه تستاهل كل خير، والابداع هذا ممتاز جدا الواحد انه ينشره. فن ضعيف شويه مو بعدن، نشتي يبرز بشكل اكثر، وان شاء الله في موهبه بتطلع اكثر ان شاء الله. هذا اول معرض للاستاذه ناديه، وان شاء الله بيجي بعدها معارض اخرى ان شاء الله. في هذا المعرض جدا حلو وممتع، وسررت بها انني حضرت هذا المعرض، والصور جميله جدا، وفيها صور فيها شعبيه عريقه، وان وفيها شخصيات رائعه، منها كثير يعني لكل صوره تعبر عن شخصيات رسامين، فيها صور عن شخصيات فنيه رائعه وعالميه اصيله، لكل صوره يعني ما شاء الله المعرض جدا جدا رائع، يعني ابهرت ان الصور ما شاء الله جدا رائعه، وابهرتنا ناديه المفلحيه صورها جمال الرسومات والالوان، ورسومات ما شاء الله جدا رائعه. كثير رأيت من الابداع، من الفن، من المشاعر الجميله، هذا الفن الرائع والمبدع، وخاصه النساء رائدات تستحق الكثير من الدعم. نقول لكل النساء أنتن موجودات على هذا الكون، وتستحقوا كل التشجيع والإبداع. معرض نادية المفلحي، نادية فنانة جميلة ومبدعة، ولوحاتها جميعها تلمح فيه الإحساس، تلمح فيه الروح، وهي تجسد مشاعر جميلة ومتفرقة ومختلفة. نادية المفلحي تستحق هذا المعرض المنفرد، والجهود اللي بذلت من رجال الأعمال ومن شخصيات المجتمع المدني، لأنه نادية المفلحي طفرة وفي الفن التشكيلي. وأنا سعيد بأن تكون عدن لا زالت تحتفظ بهذا البريق وبهؤلاء المبدعين رغم الظروف المأساوية التي تعيشها عدن.